البولر بلوت عندي بمعنى ان انا بطبق على الترانسفير فانكشن ساين ويف بترددات مختلفه لاوميجا بتتغير من زيرو لما نهاية. برسم على نفس الرسمه الماجنتيود والفيز، يعني بقى عندي اتنين كوردينيت، واحد للفيز وواحد للماجنتيود بولر، تمام. وبالتالي البولر عباره عن ايه؟ اللوكس بتاع الفيكتور، الفيكتور مين؟ اللي هو الماجنتيود، واخد الزاويه وكده برسم. خلي بالك في الفيز انجل، لما برسم الفيز لما تبقى بوزيتيف عندي برسمها في عكس عقارب الساعه، لما تبقى الزاويه موجبه برسمها في عكس عقارب الساعه، لما تبقى سلبه برسمها مع عقارب الساعه. احيانا البولر يسمى نايكوست بلوت، تمام. الميزه اللي موجوده في البولر ان برسم الماجنتيود والفيز على نفس الرسمه، تمام، خلال ان الاوميجا بتتغير عندي من زيرو لما لا نهايه. ده احد المميزات بتاعته. العيب ان انا الترانسفير فانكشن عندي عباره عن اقواس، انا مش هعرف كل قوس بيساهم قد ايه في الرسمه. زي البودل بلوت، البودل بلوت عندي كل قوس بعرف بيساهم قد ايه في الرسم، لكن ده في البولر لا، انا برسم ترانسفير فانكشن كلها مره واحده. خطوات رسم البولر بلوت: اول حاجه في الترانسفير فانكشن بغير الاس واحطها بدي اوميجا. خلي بالك بشتغل على الاوبن لوب ترانسفير فانكشن، تاني بشتغل على الاوبن لوب ترانسفير فانكشن. والبولر احيانا يطلق عليه نايكويست عشان لو غير الاسم او المطلوب. المطلوب الثاني ان انا بجيب الماجنتيود والفيز. بجيب الماجنتيود ازاي؟ ان انا بقول جذر الريال تربيع زائد الماجنري تربيع. اما الفيز عباره عن ايه؟ تان ماينس 1 البسط ناقص تان ماينس 1 المقام. بعد كده بروح في الترانسفير فانكشن في الجي دي اللي انا حصلت عليها، بحط الاوميجا بزيرو واجيب الماجنتيود والفيز، دي اسمها الستارت بوينت اللي هي هبدأ منها الرسم. خطوة أربعة بجيب الاند بوينت عندي، بمعنى إن أنا أروح في الماجنتيود والفيز بعوض أوميجا بمال النهاية. خطوة خمسة بفصل الريال من الماجني. طب لو يا باشمهندس الترانسفير فانكشن ليها مقام كومبليكس بضرب في المرافق عشان أتخلص من المقام، يبقى بفصل الريال والماجني عن بعض، تمام. خطوة ستة بجيب الانترسكشن مع الريال اكس. عشان اجيب الانترسكشن مع الريال اكس انا فصلت فوق، فصلت الترمين من بعض، اخد الماجنري اللي انا جبته في خطوه 5 اساويه بزيرو. خلي بالك بجيب التقاطع مع الريال، باخد الماجنري بتاع الجي اوف جي اوميجا بسويه بالزيرو، تمام. طيب وبعد ما تحصل من العلاقه دي، هتحصل على اوميجا بقيمه، اخد اوميجا اللي انا حصلت عليها بقيمه، ارجع اعوض فين؟ يا اما في الفيز والماجنتيود، يا اما اعوض في خطوه 5 واطلع وقتها القيمه على الرسم احطها بكام. خطوه 7 عكس خطوه 6، بمعنى ان انا عايز الانترسكشن مع الايماجيناري اكسس اللي هو جي اوميجا، اخد الريال اللي موجود في خطوه 5 واسويه بالزيرو، ومنها هطلع اوميجا بقيمه معين، ارجع تاني اعوض في الفيز والماجنتيود واطلع القيمه وقتها، او اروح اعوض في خطوه 5 واطلع القيمه. خطوة 8 أعمل إيه؟ سكتش، تمام؟ أرسم. خلي بالك أحيانًا بحتاج لنقطة مساعدة على الرسم عند الكورنر فريكونسي لتكملة الرسم، لأن الرسم بيبقى فيه مشكلة أحيانًا. نبدأ بمثال واحد، عندي انتجرال فاكتور. انتجرال فاكتور يعني إس وبس في المقام. هشيل الإس وأحط جي أوميجا تطلع بالشكل اللي قدامك ده. يلا عايز الماجنتيود. الخطوات هشرحها على المسألة. عايز الماجنتيود، يبقى أقول جذر ريال تربيع زائد ماجنري تربيع. طب هنا دي في المقام، يبقى البسط برضو نفس الفكر، البسط هطبق عليه يبقى بواحد جي اوميجا، خلي بالك مجموع عليها زيرو، الريال بزيرو هنا، يبقى اقول جذر زيرو تربيع زائد اوميجا تربيع، تطلع بواحد على اوميجا. الزاويه عباره عن ايه؟ زاويه البسط ده ثابت، يبقى بزيرو ناقص زاويه المقام، تان ماينس 1. اماجينري على الريال، خلي بالك اماجينري على الريال اللي هي اوميجا على الزيرو، في زيرو هنا ريال، تطلع عندي سالب تان ماينس 1 ما لا نهايه، تطلع بسالب 90. هروح كده احط الجي جي اوميجا كماجنتيود وفيز، الماجنتيود اهي فوق والزاويه اهي، اعمل ايه؟ ده الصيغه النهائيه، هبتدي اعوض الاوميجا بزيرو، دي اسمها الستارت بوينت، دي بدايه الرسم. اعوض هنا بزيرو تطلع بما لا نهايه والزاويه سالب 90، اعوض الاوميجا بما لا نهايه هنا اللي هي اسمها اند بوينت، هطلع وقتها الماجنتيود عندي واحد على زي واحد على ما لا نهايه بزيرو والزاويه سالب 90. خلي بالك الزاويه سالب 90 سالب 90، مفيش تغيير في الزاويه، يبقى ده خط مستقيم. يبقى طول ما فيش تغيير في الزاويه يبقى خط مستقيم. هرسم ازاي؟ هقول هنا زيرو، الزاويه اللي تحت عندي سالب 90، ده
في الأوميجا بلين، أنا برسم على الأوميجا بلين 0 سالب 90 سالب 180 سالب 270. ليه بادئ بسالب؟ عشان المقام في الغالب بيبقى أكبر من درجة البسط، فدايما الزاوية بتطلع سالب. ركز معايا كده، الأوميجا اللي ستارت الأوميجا بكام؟ بزيرو. فين؟ عند ما لا نهاية وسالب 90. فين ما لا نهاية وسالب 90؟ خلي بالك برسم فيز، فيزور، يبقى عند ما لا نهاية وسالب 90، يعني الزاوية سالب 90 والفيزور ده طوله ما لا نهاية، يبقى النقطة تبقى هنا. فين؟ دي عند ما لا نهاية، فأنا هعمل نقطة عشوائية هنا. طب والإند بوينت؟ الإند بوينت عند أوميجا بما لا نهاية. الماجنتيود بزيرو والزاوية سالب 90، ماجنتيود بزيرو فين؟ هنا، يبقى ده زيرو. والزاوية بكام؟ بسالب 90. سالب 90 لأن النقطة دي كلها الزوايا عندها مشترك، يبقى أروح أرسم من الستارت للإند. خلي بالك قلنا خط مستقيم زي ما أنت شايف، أدي الستارت عندي وأدي الإند، أرسم الخط كده في اتجاه رأس لفوق. نروح لـ إكزامبل 2، ديريفاتيف مين فاكتور، هيبقى إس في البسط. أشيل الإس وأحوط بجي أوميجا، هجيب الماجنتيود عندي. هجيبه ازاي؟ الريال تربيع زائد الماجن تربيع تحت الجذر، تطلع باوميجا في النهايه. طول ما هو ماجن بس خد القيمه مباشره تطلع اوميجا. الزاويه عباره عن ايه؟ زاويه البسط بس، يبقى تان ماينس 1 الماجن على الريال اللي هي اوميجا وزيرو. خلي بالك الزيرو ده الريال، تطلع عندي في النهايه ب 90، تان ما لا نهايه تان ماينس 1 ما لا نهايه ب 90. يطلع عندي الماجنتيود والفيز، هنا احط تبقى اوميجا وزاويه 90. اعمل ايه؟ عوض اوميجا بزيرو، اوميجا بما لا نهايه، تطلع بالقيم اللي قدامك دي، زيرو وزاويه 90 وما لا نهايه وزاويه 90. في تغيير في الزاويه؟ لا، يبقى ده عباره عن مستقيم. مستقيم عندي مش بتتغير فيه الزاويه، يبقى الستارت عند اوميجا بتساوي زيرو. تمام، يبقى عند اوميجا بتساوي زيرو واوميجا بما لا نهايه ده الانت. ارسم، يبقى زيرو سالب 90 سالب 180 سالب 270. اروح اعمل ايه؟ بص معايا كده، زيرو وزاويه 90، فين زيرو وزاويه 90؟ زيرو والماجنتيود زيرو اهي هنا. طب ما لا نهايه وزاويه 90، فين الزاويه 90؟ السالب 270 هي الزاويه 90، تطلع النقطه هنا في الاتجاه ده، يبقى النقطه عند ما لا نهايه. يبقى اقول له الاوميجا وقتها ما لا نهايه، والاوميجا هنا بكام؟ بزيرو. وارسم من الستارت للاند، السهم دايما يبدا من البدايه للنهايه. نروح لاكزامبل 3، اكزامبل 3 عندي فيرست اوردر يطلق عليه ريال بول. ريال بول انا لو خدت المقام سويته بزيرو هيطلع القيمه ريال. تمام، ده اسمه فاكتور. طيب ده اسمه فيرست اوردر فاكتور عموما، يعني تايب زيرو لان مفيش اس في المقام منفرد، يبقى تايب زيرو. خلي بالك دايما طول ما ترانسفير فانكشن تايب زيرو دايما الستارت بيبقى بوزيتيف على الريال اكس، بوزيتيف على الريال اكس. هاخد القيمه دي اشيل الاس اعوض بجي اوميجا، هتجيب الماجنري والزاويه، سوري الماجنتيود والزاويه زي ما انت اتعلمت اهو، هتعوض اوميجا بزيرو، هتعوض اوميجا بزيرو تطلع. خلي بالك هنا واحد زائد ما تغلطش، يبقى واحد زائد زيرو تطلع بواحد في المقام، واحد على واحد يطلع واحد والزاويه زيرو. وانا قلت لك طول ما هو طيب زيرو يعني ما فيش اس في المقام منفرد، يعني ما فيش اس حاجه مش موجوده في المقام، يبقى ده طيب مين؟ زيرو. دايما بيبدا من ريال، اهو ريال وعلى الريال اكس، قيمه موجبه على الريال اكس. تمام، نعوض اوميجا بمال النهايه، واحد على النهايه زيرو، دي بمال نهايه تطلع 90، اضربها في سالب سالب 90. في مشكله؟ ركز معايا كده، يبقى انا هرسم النقطه اهي، اوميجا بتساوي زيرو هنا عندها القيمه بواحد وزاويه زيرو، يعني الطول ده واحد عشان انا برسم فيزور، خلي بالك من النقطه دي، والزاويه زيرو، زاويه زيرو تبقى النقطه هنا دي الستارت. طب الاند فين؟ عند زيرو، يبقى الماجنتيود زيرو هنا والزاويه سالب 90، حطها عند الاصل وخلاص. تمام، طب يا ترى انا من النقطه دي هتحرك ازاي؟ مش هتتحرك خط مستقيم طبعا. ليه؟ الزاويه اتغيرت، ده اول حاجه. رقم اتنين، هتحرك لفوق ولا اتحرك لتحت؟ يعني عايز اروح من النقطه دي ليه؟ اتحرك كده لفوق ولا اتحرك لتحت؟ اللي يحدد لي ان انا اجيب نقطه التقاطع ونقطه مساعده. ركز معايا كده، ملخص المساله بدل ما انت تحلها وتطول، طول ما هو قوس واحد في المقام، قوس واحد في المقام، يبقى الرسمه بتبقى في مربع واحد. يبقى طول ما هي الاقواس اللي فيها جمع، خلي بالك مش بتكلم على الطيب، اهمل الطيب خالص، طول ما قوس واحد يبقى الرسمه تبقى في مربع واحد، وطول ما درجه المقام اكبر من البسط، درجه المقام اكبر اهي، يبقى دايما الاتجاه بيبقى في عقارب الساعه. يبقى اروح ازاي؟ لو رحت كده يبقى بروح في عكس عقارب الساعه، لا يبقى اروح كده، يبقى من هنا لهنا، يبقى في اتجاه عقارب الساعه طول ما درجه المقام اكبر. تمام، طيب لو انا عايز افصل الخطوات اللي انا شرحتها في الاول، لو انا عايز افصل مش دي الجي، الجي جي اوميجا عندي، اضربها في المرافق عندي عشان اتخلص من المقام. بعد ما تضرب في المرافق تطلع بالشكل ده، اوزع البسط على المقام، توزع عشان افصل الريال من الماجنري عندي،
يلا intersection with real اخد مين؟ اخد الميجر ده يساويه بالزيرو، يبقى الميجر عندي اساويه بالزيرو. خلي بالك عشان ده يساوي زيرو ليها قيمتين، يا اما البسط يساوي زيرو يبقى الاوميجا تساوي زيرو، يا اما المقام بيساوي ما لا نهايه، المقام يساوي ما لا نهايه لما اوميجا تساوي ما لا نهايه. طبعا اوميجا وزيرو وما لا نهايه انا جايبها فوق مش محتاج ارجع تاني اعوض، فالخطوه دي مش محتاجه. طيب intersection with imaginary x، imaginary x اخد مين؟ اخد الريال بيساوي زيرو. لما اخد الريال بيساوي زيرو عشان القيمه دي بتساوي زيرو يبقى الاوميجا بتساوي ما لا نهايه. طب ما لا نهايه انا جايبها في القيم فوق اللي هي دول، بص اوميجا تساوي زيرو ما لا نهايه انت جايبهم فوق مش محتاج ترجع تعوض تاني، عوض في حاله واحده ان لو القيم مختلفه. طب برضو انا ما حصلتش على حاجه مساعده لان القيم دي انا جايبها فوق، اعمل ايه؟ اخد نقطه وسيطه. النقطه الوسيطه دي اجيبها ازاي؟ بص كده المقام ده عندي اساوي بالزيرو يبقى الاس بتساوي سالب 1 على تي. الواحد على تي ده اسم الكورنر فريكوانسي عندي، كورنر فريكوانسي اخده عوض بيه يبقى اخد الاوميجا بتساوي واحد على مين؟ على تي. عوض فيها فين؟ في الجي جي اوميجا. فين؟ في الفيزور عندي، الفيزور اهو اللي هو ده، عوض هنا الاوميجا بواحد على تي تربحت الادي طارت يبقى واحد على واحد زائد واحد، ودي تي واحد على تي طارت يديك تان ماينس 1 واحد، تطلع ب 45 اضربها في سالب سالب 45. تمام يا شباب؟ زي ما انا توقعته، واحد على جذر 2 عشان تحت الجذر وعندي سالب 45، ارسمها ازاي؟ ده فيزور يبقى ده الماجنتيود دي الزاويه، قلنا سالبه يبقى فين؟ سالبه تبقى في اتجاه عقارب الساعه، طول ما سالبه في اتجاه عقارب الساعه. هرسم فيزور الطول بتاعه واحد على جذر 2، احسبها بالاله واعمل نقطه، او ممكن بدل ما تعوض في الفيزور اعوض في الجي جي اوميجا. فينها؟ اللي هي الكومبلكس عندي اللي هي دي، شايفها دي؟ اللي انا فردت فيها الريال والكومبلكس، اعوض فيها الاوميجا بواحد على تي. ليه بجيب النقطه دي؟ اسميها نقطه مساعده عشان تشوف لي الرسم يا ترى هيبقى شكله ازاي، نقطه وسيطه. خلاص اعوض هنا الاوميجا بواحد على تي، تمام؟ في المعادله دي. طبعا بعد ما تعوض هنا هتطلع عندك بنص سالب نص جي، فعلا عوض كده، امشي على الريال نص وعلى الماجنري سالب نص جي لتحت وحط نقطة، هي النقطة دي ممكن يبقى تحلها بالفيزور أو تحلها بالكومبلكس عندك، تطلع نفس النقطة، يهمني النقطة دي. يبقى عندي الستارت وعندي الإند وعندي نقطة وسيطة، يبقى عندي الستارت والإند والنقطة الوسيطة. أتحرك من فين؟ يبقى من هنا أروح للنقطة الوسيطة مع واحد على تي، دي قيمة موجبة. خلاص؟ طيب لغاية فين؟ لغاية الإند، يبقى لو لاحظت هتحرك كده والسهم يبقى كده، دي الرسمة النهائية. النقطة دي عندها الأوميجا بتساوي واحد على تي، هنا الأوميجا بزيرو وهنا الأوميجا بما لا نهاية. خلي بالك ده على الريال قيمته واحد، عنده الاوميجا بزيرو، دي مش معناها ان القيمه دي اوميجا تساوي زيرو، لا ده قيمته على الريال بواحد، عنده الاوميجا بتساوي زيرو. وهتلقى زي ما انا توقعت، ادي طول ما هو قوس واحد في المقام يبقى عندي الرسمه في مربع واحد، بص كده في ربع واحد. وطول ما درجه المقام اكبر من البسط هتلقى دايما الحركه عندي في اتجاه عقارب الساعه. تمام؟ خلي بالك انا قلت ان هو طيب زيرو لان مفيش اسم منفرده في المقام. يبقى دايما الستارت عندي على البوزيتيف ريال، عندي البوزيتيف ريال اكس. طيب نروح لمثال تاني، هنعكس الموضوع، هناخد ريال زيرو، ريال زيرو فيرست اوردر فاكتور، بمعنى ان 1 زائد تي اس ده في البسط. يلا كده هتشيل الاس تعوض بجي اوميجا، هتجيب الماجنتيود عندك والفيز، خلي بالك الفيز هتبقى موجبه عشان في البسط، ايماجن على الريال ما تغلطش. طيب خلي بالك كمان لما هاخد البسط ده اساويه بزيرو تطلع عندي سالب 1 على تي، تمام؟ ده عندي مين؟ الكورنر فريكوانسي 1 على تي. هعوض اوميجا بزيرو، اوميجا بما انها هتطلع بالقيم دي 1 و0 وما انها 90. طب لما تروح ترسم بص كده 1 و0 هنا، يعني القيمه 1 والزاويه 0، ادي الزاويه 0 وادي القيمه 1 هنا. طب ما لا نهايه وزاويه 90؟ ما لا نهايه وزاويه 90 هتحطها هنا على الخط ده. طب ما اي قيمه بالازرق اللي انت شايفها دي عندها القيمه بما لا نهايه وزاويه 90، هتقول ازاي؟ ما عند ما لا نهايه كل القيم دي هتبقى توازي، وقتها هيبقى فعلا الفيزور طوله ما لا نهايه والزاويه 90. طيب هعمل ايه؟ يبقى اخد النقطه اوصل ازاي؟ طب اوصل كده ولا انهي نقطه فيهم؟ يبقى نروح ناخد نقطه وسيطه، لو انت جبت التقاطعات طبعا مش هتحصل على حاجه، فعدي النقطه دي هنا. هنجيب النقطه الوسيطه عند الكورنر فريكوانسي، اجيبها ازاي؟ يبقى قلنا هتعوض في الفيزور دي اللي هي الفيزور دي، تمام؟ بالشكل ده عوض تطلع بجذر 2 والزاويه 45 موجب. يا اما تعوض في المين في الكومبلكس، ادي الريال وادي الماجني، الريال والماجن مفصولين اهو، عوض بواحد على تي تطلع ايه؟ 1 زائد جي. يبقى عندي يا اما ترسمها على هيئه فيزور النقطه دي، يبقى جذر 2 والزاويه 45 موجبه اهي لفوق،
يا اما عندك تعوض بالكومبلكس عندك اللي هي الريال بواحد، والماجنري عندي بموجب واحد جي، يديك انا يهمني النقطه، مش مهم الفيزور ده، يهمني النقطه دي، النقطه الوسيطه. بص كده هتلقى دي نقطه الستارت بدأ من كام؟ من ريال واحد. طب النقطه الوسيطه الريال بتاعها واحد، يبقى هتلقى اصلا انا هتحرك من النقطه دي للنقطه الوسيطه للنقطه عند المال النهايه اللي هي الاند، هتلقى النقطه دي ودي على نفس الخط. معنى ايه الكلام ده؟ معناه ان الرسمه هتكمل خط مستقيم، هتبدا من البدايه للنقطه الوسيطه للمال النهايه، هتلقى خط مستقيم في الاخر. ايه اللي عرفني خط مستقيم؟ لان قلنا ان النقطه دي اللي انا جبتها مع الستارت هتلقى لما توصل ما بينهم تلقاهم خط مستقيم. النقطه دي عندها الاوميجا بواحد على تي. طب الريال بتاعها بكام؟ بواحد. بص كده الريال بكام؟ النقطه دي الريال بتاعها بواحد اهو، تمام. طيب هتوصل كده يطلع خط مستقيم. هتقول يا باشمهندس الزاويه اتغيرت هنا من 0 ل 90، اقول لك وايه المشكله؟ ممكن تتغير ويبقى بكام؟ ويبقى عندي برضو خط مستقيم. النقطه دي بدايه الزاويه بتاعتها 0، النقطه دي اللي هنا اللي عند المال النهايه هتلقى الفيزور كده عامل كده، تلقى الزاويه 90، لان عند المال النهايه الاثنين هينطبقوا. المهم نروح لمثال خمسه. مثال خمسة أنا مديك زيرو في البسط وقاسم في المقام تي اس، خلي بالك التي أكبر من زيرو ده كونستانت. هتعوض عن اس بجي أوميجا، خلي بالك هنا هناخد البسط بيساوي زيرو، يبقى الكورنر فوكانسي واحد على تي. هاخد المقام بيساوي زيرو، يبقى الاس تساوي زيرو، يبقى الاتنين هنا القيم دي في الشمال، يبقى ده اسمه مينيمم فيز. المهم هتعوض بنفس الطريقة هنا من دي، هتاخد الماجنتيود بتاع البسط وماجنتيود المقام، قلنا طول ما جي لوحدها كده في ثابت خد الثابت على طول، تمام. اما لو ريال وماجن لازم تحطه تحت الجذر وتربع كل ترم. زاويه البسط اهي ناقص زاويه المقام اهي، معروف زاويه المقام طول ما هي اس في المقام تبقى بسالب 90 على طول. المهم عندي او ممكن تعمل ايه؟ اجزأ البسط على المقام، اجزأ البسط على المقام تطلع بالشكل ده، يبقى قد الريال وادي الماجن. ممكن تجيب الماجنتيود والفيز منها، الماجنتيود والفيز ممكن تجيبه من الترم ده او تحل مباشره من هنا. عايز اوضح لك حاجه قبل ما احل. طول ما هو تايب واحد يعني في اس في المقام اس واحد اسمها تايب واحد، يبقى دايما الستارت عندي عند ما لا نهايه وزاويه سالب 90. طول ما تايب واحد في المقام عندي، خلي بالك كلمه تايب واحد يعني الاس في المقام، وتايب واحد معناها اس اس واحد، يبقى الستارت عند ما لا نهايه وزاويه سالب 90، تمام. طب يلا نكمل المساله. هنعوض عن اوميجا بزيرو وما لا نهايه، تطلع عندك عوض هنا تطلع الزاويه. بص كده البدايه ما لا نهايه وزاويه سالب 90، الاند عندي بكام؟ بواحد وزاويه زيرو، واحد وزاويه زيرو. نرسم ركز معايا كده. الستارت عندي عند ما لا نهايه وزاويه سالب 90، عند ما لا نهايه وزاويه سالب 90، يبقى ادي سالب 90 والفيزور ما لا نهايه، يبقى اي نقطه في دي؟ مش عارف. ده الاند، ده الستارت. طب الاند عند واحد وزيرو، يبقى عند واحد وزيرو ده الاند، تمام. ده الاند عندي اللي هو هتبقى الاوميجا هنا بما لا نهايه، سوري دي غلطه هنا، دي الاوميجا المفروض تبقى بما لا نهايه في الحته دي، يبقى الاوميجا بتساوي زيرو تحت هنا، الاوميجا بتساوي زيرو في الحته دي، في خطا هنا، الاوميجا بتساوي زيرو هنا، الاوميجا بتساوي ما لا نهايه، عدلها معلش. خلاص طيب هعمل ايه؟ مش عارف انا هرسم ازاي. هجيب النقطه الوسيطه اللي هي واحد على تي، اعوض فيها في الفيزور، في رسمه الفيزور اللي هي دي او دي، تعوض هنا تطلع جذر 2 وزاويه سالب 45، او اتعوض في الكومبلكس اللي هو فصلت فيه الريال والماجن عندي، تطلع 1 ناقص جي. لما انا اعوض بالكومبلكس 1 وناقص جي، يبقى اتحرك 1 وانزل سالب جي، يبقى يديك النقطه دي. هتلقى النقطه دي هنا على نفس امتداد دي، يبقى اتحرك ازاي؟ بص هرسم ازاي. هنا هبدا من اوميجا تساوي زيرو، قلنا دي خطا، اوميجا بتساوي زيرو لاوميجا تساوي ما النهايه، ابدا من البدايه للنهايه، هتلاقي يمر بالنقطه الوسيطه اللي هنا، هتلاقي عندك مين؟ الزاويه اللي هيبقى خط مستقيم، هيبقى خط مستقيم. قلنا دي اوميجا بما لا نهايه ودي اوميجا بزيرو، دي اللي ستارت عندي، ما تغلطش. بص معايا كده، ده تايب كام؟ ده تايب واحد. قلنا تايب واحد يبقى الستارت عندي عند ما لا نهايه وزاويه سالب 90. خلي بالك مش شرط تبقى هنا، ممكن تبقى هنا او هنا، انا بتكلم جنرال ان هو بيبقى عند ما لا نهايه وزاويه سالب 90. نروح لمثال سته. عندي هناخد مثال عشان نفهم الموضوع بعد ما خلصنا بعض الامثله النظريه. هناخد مثال بالشكل ده، هنعوض عن اس بجي اوميجا، تطلع بالشكل ده. خلي بالك المساله دي بتتكرر في امتحانات. طول ما تايب واحد، بص كده اس منفرده في المقام، يبقى هتبدا الستارت عند ما لا نهايه وسالب 90. هرسم في كم مربع؟ طول ما هو قوس واحد في المقام، هتقول يا باشمهندس في اس بره، اهمل التايب. التايب يحدد لك الستارت عندك. اما القوس يقول لك انت هترسم في كم مربع؟ طول ما قوس واحد في المقام، خلي بالك البسط ما فيهوش حاجه. انا بتكلم على البسط ما فيهوش حاجه.
في قوس واحد في المقام، يبقى عندي هرسم في مربع واحد بدون ما انا اجيب اي نقط وسيطه. ركز معايا كده، هتاخد ديت طبعا، تجيب مين الماجنتيود والفيز عندك، وتعوض مره اوميجا بزيرو مره اوميجا بما لا نهايه، تطلع بالشكل ده. يبقى الستارت بص ما لا نهايه وزاويه سالب 90، والاند زيرو سالب 180. ماليش دعوه بالاند ده عشان طيب واحد هنا. هنرسم الستارت عندي فين؟ الرسمه اهي عند ما لا نهايه وسالب 90. طب ما ما لا نهايه سالب 90 ممكن تبقى هنا وممكن تبقى هنا، صح؟ مفيش مشكله. تعال كده بس نتاكد، الاند فين؟ عند الزيرو سالب 180. فين الزيرو سالب 180؟ هنا. تمام، هنا اهي دي يا باشمهندس. لو حطيت النقطه كده هنا اتحركت كده كده، يبقى انت اتحركت في مربعين، قلت لك انها مربع واحد. يبقى النقطه لازم تبقى هنا ويجي كده من تحت عشان يروح للسالب 180 من تحت. طب ليه ما راحش من فوق؟ هتقول يا باشمهندس من هنا ويروح فوق كده، يعدي ويروح فوق. اه بقيت مربعين كده، غلط. انا بتكلم لما البسط يبقى ثابت والمقام بيبقى القوس اللي فيه جمع قوس واحد، يبقى عندك ربع واحد، برسم الرسمه في ربع واحد. يبقى لو اتحركت هنا لفوق كده ودورت، غلط. ليه؟ طب ايه اللي اكد لك ان الرسمه دي؟ روح هتقاطع مع الريل وتقاطع مع المجري، هتلقى اصلا ما فيش تقاطعات عندك الا عند الاوميجا بمال النهايه، يبقى الرسمه هيطلع صح. المهم الرسمه هيطلع في النهايه بالشكل ده. نروح للاكزامبل 7. اكزامبل 7 بص كده، ده طيب واحد شايفه اهو، القوس ده متربع. ما عندكش مشكله، يلا كده هنعوض عن الاس بجي اوميجا. طيب واحد قلنا ايه؟ ما لا نهايه والزاويه سالب 90، ده الستارت. في كام قوس في المقام؟ خلي بالك ده قوسين وليست قوس، قوسين. يبقى الرسم في كام مربع؟ في مربعين او ربعين. هعوض اجيب الماجنتيود والفيز، لما اجيب الماجنتيود والفيز واحطها في هيئه الجي جي اوميجا تطلع بالشكل ده. المهم هعوض عن اوميجا بزيرو اوميجا بما النهايه، عوض عن اوميجا بزيرو اوميجا بما النهايه، عوض تطلع ايه؟ ركز معايا كده، عند ما لا نهايه وسالب 90 ده الستارت، ما انا متوقع كده. الاند عند زيرو سالب 270، يبقى عند ما لا نهايه وسالب 90 ممكن النقطه تبقى هنا او هنا ايا كان. طب زيرو سالب 270، يبقى زيرو وسالب 270، يبقى الرسمه قلنا في كام مربع؟ لو انت رسمت هنا كده ورحت كده، يبقى انت بتروح ل 180، غلط. لا دايما انا بروح للخط من ناحيه الشمال، خلي بالك بروح له من ناحيه الشمال. فين ال 270 السالب اهو؟ يبقى انا اتحرك كده اروح له من ناحيه الشمال كده، المسه عند نقطه التقابل كده. طيب لما اتحرك من هنا، اتحركت مربعين صح، تمام. طب لما تيجي من هنا تتحرك كده 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 ثلاثه، غلط. خلاص يبقى لازم تتحرك من هنا، هتلقى في نقطه تقاطع هنا اللي هي الاوميجا عندها باربعه. جبتها ازاي؟ روح للداله الاصليه، شايفها؟ اضرب في المرافق بتاعها عشان اتخلص من المقام. انا طلعت الجي فوق بسالب جي، اضرب في المرافق عشان تتخلص، هتطلع عندك بالشكل ده. افصل الريال والمجنة عندك، فصلت الريال والمجنة عندي، شايف؟ هروح نجيب الانتر سيكشن مع الريال، يبقى اخد المجنة بيساوي زيرو. عشان اخد المجنة ده يساوي زيرو، هتلقى الاوميجا عندك باربعه، خد البسط ده يساوي زيرو، تطلع الاوميجا باربعه. بعد ما حصلت على الاوميجا تعمل ايه؟ ترجع تاني تعوض في الجي اوميجا، عوض في الجي اوميجا كفيزور، عوضت اهو، تطلع بالقيمه دي عند سالب 180. يبقى التقاطع الطول بتاعه كذا وزاويته سالب 180. او ممكن تعوض على فكره في الكومبلكس. فين الكومبلكس؟ اللي هو ده، تاخد الاوميجا تعوض فيها باربعه هنا. لما عوض باربعه هنا هتلقى، بص معايا كده، هتلقى جزء الريال بس طالع عند سالب 5 على 64. ما سالب 5 على 64 معناه 5 على 64 وزاويه سالب 180. فين؟ تعال نعوض على الرسم كده. انا قلت لك يا اما القيمه بسالب 5 على 64 كريال، او ارسمها كماجنتيود. يبقى الماجنتيود عندي 4 5 على 64 وزاويته سالب 180، دي نقطه التقاطع. يبقى لازم في نقطه تقاطع هنا، يبقى لازم الرسمه تبقى كده، تمام. طب لو انت عايز تقاطع مع المجرى اكسس، مش هتلقى فيه تقاطع عندك الا عند الاوميجا تساوي ما النهايه. وفعلا التقاطع عند الاوميجا تساوي ما النهايه فين؟ هنا، بص كده اهو، التقاطع مع الجي اوميجا اكسس عند الاوميجا بما النهايه في النقطه دي، تمام. نروح لمساله 8. مساله 8 نفس الفكره، عندي طيب كام؟ طيب 2. بص 2، طول ما طيب 2 يبقى البدايه ما لا نهايه والزاويه سالب 180 بقى، سالب 180. عندي كام قوس في المقام غير الطيب؟ سيبك من الطيب، قوسين في المقام والبسط ثابت. انا بتكلم القاعده لما البسط يبقى ثابت، طول ما القوسين في المقام سيادتك يبقى هرسم فيه ربعين او مربعين. طبعا هتعوض عن الاس بجي اوميجا وتطلع بالشكل ده وتجيب الزاويه. البسط عندي بزيرو، ده اس تربيع في المقام يبقى بسالب 180 ناقص. خلي بالك هنا عندي قوسين، يبقى سالب زاويه القوس الاول سالب زاويه القوس الثاني. المساله اللي فاتت في ملاحظه حته صغيره، هنا قوسين او القوس تربيع،
قوس تربيع، يبقى القسط المربع او السالب 2 عشان في المقام سالب وعشان هو متربع يبقى 2. اعتبر ده قوسين مضروبين في بعض، تان ماينس 1 الاوميجا على 4، ما تغلطش. تمام. طيب وهنعوض باوميجا بزيرو ما لا نهايه وسالب 180. فين ما لا نهايه وسالب 180؟ عند النقطه دي الاوميجا وقتها بزيرو. طب الاوميجا بما لا نهايه فين؟ عند 0 سالب 360. سالب 0 360 تبقى هنا، يبقى قلت لك بيروح للمستقيم او للمنحنى بتاعه او المحور بتاعه من ناحيه الشمال. بص كده هتحرك كده. ليه اتحركت كده؟ انا قلت لسه مربعين، انا لسه قايل لك ان هم مربعين. مربعين يبقى ارسم كده. لو خدت النقطه من تحت هتتحرك كده، يبقى عملت 3 مربعين، ما تغلطش. يبقى ده الستارت اوميجا بتساوي 0 وما لا نهايه وزاويه سالب 180 اهي، وعندي الاوميجا بما لا نهايه فين؟ عند 0 سالب 360. ادي 0 وادي السالب 360. هوصل كده هيبقى في نقطه تقاطع. لو انت عايز نقطه تقاطع طبعا هتضرب في المرافق، المساله هتبقى صعبه شويه. تضرب الاثنين دول وتتخلص من مين؟ من المقام، وتجيب المرافق. سيبك منها. يبقى الملاحظه اللي انا قلتها خلال المسائل، لما يبقى عندي اس اس ان كابيتال، لان اللي هي التايب مين؟ بتاع السيستم. لو 0 يبقى تايب 0، 1 يبقى تايب 1، 2 تايب 2. يبقى في حاله تايب 0 الرسمه بتبدا من فين؟ من البوزيتيف ريال اكس عند الاوميجا بتساوي 0. طب في حاله تايب 1 عند الاوميجا بتساوي 0 البدايه هتبقى ما لا نهايه وسالب 90. طب تايب 2 ما لا نهايه وسالب 180. طب تايب 3 ما لا نهايه وسالب 270. ده كله عند الاوميجا بتساوي 0. طبعا ده ايه؟ خلي بالك عدد الاقواس في المقام، انا بتكلم على البسط ثابت، عدد الاقواس في المقام بيحدد لك عدد المربعات. عندنا شكل ده، بص ده تايب كام؟ 2. يبقى الستارت عند كام؟ ما لا نهايه وسالب 180 عند الاوميجا ب 0. تمام؟ كام قوس؟ 3. يبقى الرسم في 3 مربعات. يبقى هتحلها عادي خالص، هتطلع الاوميجا، هتجيب الماجنتيود والفيز، هتعوض اوميجا بزيرو تطلع بالشكل ده، اوميجا بما النهايه تطلع بالشكل ده. خلي بالك لما عوضت باوميجا بما النهايه تطلع الزاويه سالب 180 سالب 90 سالب 90 سالب 90 سالب 90 سالب 90 سالب 180 سالب 180 سالب 360 طارت، اعتبرها زيرو. يفضل هنا بس سالب 90، يبقى سالب 90 تطلع. تمام. طيب نرسم. يبقى عند الما لا نهايه وسالب 180 فوق اهي، والزاويه زيرو سالب 90. سالب 90 اروح له فين؟ اهو زيرو، الماجنتيود زيرو سالب 90 هنا النقطه دي. يبقى الف كده واروح له كده. ليه رسمت في ثلاث مربعات؟ عشان هي ثلاث اقواس في المقام والبسط ثابت. يلا كده مثال 10. بص هنا كده مفيش تايب في التايب زيرو في المقام، مفيش اس. يبقى البدايه كام؟ عند البوزيتيف ريال من الريال اكس، عند قيمه بوزيتيف من الريال اكس. قوسين يبقى هرسم في مربعين لان البسط ثابت. طب لو البسط في قوس، لا محتاج تعوض عشان تعرف انت هترسم في كام قوس، في كام مربع. هنعوض هنا، هتخلص ديت، عوض باوميجا 0 باوميجا بما لا نهايه وتطلع بالشكل اللي قدامك ده. طيب تطلع بالشكل ده، يبقى الكي وزاويه 0، يبقى الطول ده هيبقى كي والزاويه 0. زاويه 0 اهي 0 عند الاوميجا بكام؟ ب 0. طبعا انا هاخد النقطه دي اعمل ايه؟ هاخد نقطه الاند عندي الاوميجا بما لا نهايه 0 سالب 180 0 سالب 180 هروح كده. يبقى هروح كده. طب ليه ما اروحش كده؟ هيبقى ثلاث مربعات. لا انا عايزه مربعين، يبقى اتحرك من هنا كده كده. طب ليه يا باشمهندس انت ما رحتش لفوق؟ عشان درجه المقام اكبر من البسط، لان درجه المقام اكبر من البسط. يبقى اروح كده. خلي بالك الكلام ده لما بيبقى السيستم ستيبل، يعني كل الجذور والبولز والزيروس عندي في الليفت هاند سايد، يعني مينيمم فيز. المهم هيطلع في اتجاه عقارب الساعه الشكل ده. تمام. ومربعين. نروح للكوادراتيك فورم. كوادراتيك فورم يطلق عليها كومبلكس كونجوجيت بولز. ممكن يديك المعادلة في الاس بالشكل ده، شايفها؟ البسط اوميجا ان تربيع والمقام اس تربيع زائد 2 زيتا اوميجا ان اس زائد اوميجا ان تربيع. انا عشان احولها للجي اوميجا هتعوض عن اس بجي اوميجا، او احيانا بعدل في الشكل عشان لو جابها في الامتحان. يبقى ممكن يجيب لك الصورة دي. لو انا سحبت الاوميجا ان تربيع في المقام اعمل ايه؟ اخليها مقام المقام، او اقسم بسطا ومقاما على اوميجا ان تربيع. اقسم البسط يبقى بواحد، اقسم المقام ده كله على اوميجا ان تربيع زي ما انت شايف كده. المهم شيل الاس عوض بجي اوميجا، تعوض باس عن جي اوميجا تطلع بالشكل ده. يبقى في الامتحان ممكن يجيب لك الصوره دي، او يجيب لك الصوره دي. الصوره دي هتلاقيها مكرره في الامتحان، الصوره دي اللي هي اصلها دي. تمام، مديك الشكل ده. اعمل ايه؟ يلا كده الماجنتيود الفيز، ماجنتيود البسط بواحد، ماجنتيود المقام ده كله الريال، شايف الجزء ده كله على بعضه ريال، ده كله ريال. يبقى ده متربع، الجزء ده كله مشي، يبقى يتربع. الزاوية عندي سالب عشان في المقام، الماجنري عندي كل ده ماجنري، يبقى سالب تان ماينس 1. الماجنري عندي فوق على الريال، فين الريال اللي هو كل ده؟ تمام؟ ده كله في المقام.
يلا عوض اوميجا بزيرو اوميجا بمال نهائي. اوميجا بزيرو هنا عوض عن اوميجا بزيرو طارد بالمقام في واحد، واحد على جذر واحد يطلع بواحد. عوض اوميجا بزيرو دي كلها طارت يديك تان ماينس 1 زيرو تطلع مين زيرو. المهم عندي لما اوميجا بتبقى بمال نهاية عوض عن مال نهاية هنا، هتعوض عن مال نهاية تتربع ودي تبقى سلبة، يبقى سالب مال نهاية هتتربع تبقى بمال نهاية تربيع زائد مال نهاية تربيع في النهاية تطلع ايه؟ تطلع عندك مال نهاية في المقام. المهم واحد على مال نهاية يطلع عندي الماجنتيود زيرو. المشكلة عندنا هنا هتعوض عن مال نهاية، ركز معايا كده، ودي مال نهاية يبقى مال نهاية تربيع اضربها في سالب سالب مال نهاية تربيع، ومال نهاية في البسط كمية غير معرفة. اتخلص عليها، اتخلص من المشكلة دي ازاي؟ اقسم بسطا ومقاما على اوميجا، انت بتعوض عن اوميجا بمال نهاية، اقسم بسطا ومقاما عن على اوميجا، خلاص؟ هتقسم البسط على اوميجا تطلع بالشكل ده، خلي بالك اوميجا ان ده ثابت، انا بقسم على اوميجا. اقسم على اوميجا في المقام يبقى واحد على اوميجا، هنا في اوميجا تربيع تبقى ناقص اوميجا على اوميجا ان تربيع. عوض وقتها الاوميجا بمال نهاية بعد ما انت قسمت، يبقى هنا واحد على مال نهاية يديك ايه؟ زيرو. ناقص دية مال نهاية يديك سالب مال نهاية في المقام، والبسط 2 زيتا على اوميجا ان. طب يا ترى الزاوية تطلع بكام؟ ركز معايا كده، احتفظ بالاشارات في كل حاجة في مكانها، البسط اشارته موجبة والمقام اشارته سلبة، احتفظ بيها بمكانها. من حساب المثلثات بيقول لك تان ماينس 1 طول ما البسط والمقام موجبين يبقى جيب الزاوية على طول. لو البسط موجب والمقام سالب يبقى اقول 180 ناقص التان ماينس 1 الزاوية بالموجب، يبقى تاني طول ما البسط موجب والمقام سالب اقول 180 ناقص تان ماينس 1 الغي الإشارة المرة دي، يبقى اجيب تان ماينس 1 للقيم بالموجب، تمام؟ بس اقول 180 ناقص لو. طب لو كان البسط سالب والمقام سالب، هتقول لي يا باشمهندس ما الغي الإشارتين مع بعض هيديك زاوية مختلفة للأسف. ده معناها سيادتك ان دي في الربع الاول، دي معناها في الربع الرابع، دي معناها في الربع الثاني سوري، دي معناها في الربع الثاني، لان البسط يعبر عن ساين والمقام يعبر عن كوزين، والكلام ده في الربع الكام؟ الثاني. طول ما الاثنين سالبين ده الربع الثالث، الربع الثالث يبقى اقول 180 زائد الربع الثاني بقول 180 ناقص الربع الثالث، طول ما الاثنين سالبين يبقى 180 زائد، خلي بالك بقول تان ماينس 1 بلغي الاشارات. طيب لما تبقى البسط سالب والمقام موجب يبقى ده الربع الرابع، خلي بالك الاكس بتعبر عن محور اكس وواي بتعبر عن محور واي، طول ما الاكس سالبه عندي والواي موجبه يبقى ده الربع كام؟ الربع الرابع عندي. خلي بالك السالب اكس انا بتكلم الاكس دي مش معناها اكس محور، دي بتعبر عن الساين، لان التان ماينس 1 عباره عن البسط ساين والمقام كوزاين، يبقى البسط يبقى ساين، الساين سالبه فين؟ والكوزين موجبه فين؟ ده في الربع الرابع. الرابع مباشرة أقول 360 ناقص الزاوية، أو أقول مباشرة السالب، السالب وقتها طول ما البسط في سالب أطرد السالب بره، تطلع سالب على طول هنا الزاوية، لأن في الربع الرابع دايما الزاوية بتبقى بالسالب، خلاص؟ آخد تان ماينس 1 الإكس على الواي. طيب هنا البسط إيه؟ موجب، والواي اللي في المقام سالبة، يبقى أنهي قاعدة؟ القاعدة دي. في الغالب في السكند أوردر بتبقى الشكل ده. في السكند اوردر دايما بتبقى الشكل ده، تمام؟ عوض 180 ناقص تان اكس على واي، يبقى اقول كده السالب اطلعه بره، افتح قوس، دي اعوض عنها بايه؟ 180 ناقص، الغي الاشاره هنا، الغي السالب بقى، ما انا باخد التان ماينس 1 بالموجب بقى المره دي، ده عباره عن قيمه موجبه، على ما لا نهايه القيمه تطلع بزيرو، تمام؟ يبقى 180 ناقص زيرو تطلع 180، اضربها في سالب بره تطلع سالب 180، ما تغلطش ويا ريت تراجعها كتير وتحفظها عشان الامتحان. المهم لما اجي ارسم مش هعرف ارسم طبعا، هيقابلني مشكله احط اللي عندي الاوميجا بتساوي اوميجا ان. ليه حطيتها باوميجا ان؟ لان عندي بص كده، طول ما المقام عندي بالشكل ده شايفه، طول ما معامل اس تربيع بواحد يبقى القيمه اللي هنا دي اسمها اوميجا ان تربيع، يبقى دي تبقى اوميجا ان تربيع امتى؟ لما معامل اس تربيع بواحد. اوميجا ان لوحدها بدون الترميع دي اسمها كورنر فريكوانسي، يبقى الكورنر فريكوانسي هنا اوميجا ان، يبقى اخد الاوميجا بتساوي اوميجا ان عندي. عوض فين؟ عوض في الفيزور عندي، اللي هي الفيز الماجنتيود والفيز، اللي هي القانون اللي فوق ده، اللي هو القانون ده، ده خلاص. عوض الاوميجا بتساوي اوميجا ان، بص اوميجا تساوي اوميجا ان ده طار يعني بواحد، وده عندي بواحد، واحد ناقص واحد زيرو، مجموع على واحد يطلع القيمه دي واحد. طب عوض اوميجا ان يطلع ده مين؟ 2 زيتا. عوض باوميجا ان يبقى واحد ناقص واحد يديك زيرو، قيمه موجبه على زيرو يديك ما لا نهايه، في الاخر تطلع سالب 90. بصوا كده، تطلع 1 على 2 زيتا، 1 على 2 زيتا، ما هي هنا قلنا دي القيمة دي 1 في 2 زيتا، 2 زيتا تبقى متربعة،
واحد، وقلنا ده واحد ناقص واحد ده بزيرو، 2 زيتا في واحد تتربع يبقى 2 زيتا تربيع، خد لها الجذر تبقى 2 زيتا في المقام، واحد على 2 زيتا. يبقى القيمة عندي واحد على 2 زيتا والزاوية سالب 90 زي ما قلنا، وأنا معوض لك هنا أهو. تمام؟ طيب ده معناها فيزور. الفيزور عندي معناها إن الماجنتيود بتاعته بالشكل ده وزاويته سالب 90. طب لما زيتا تزيد إيه اللي يحصل؟ الماجنتيود تقل. طب لما زيتا تقل الماجنتيود تزيد، العكس. ده خلي بالك عند الأوميجا بتساوي أوميجا إن، الزاوية بسالب 90. نيجي نرسم. الستارت عندي فين؟ عند واحد وزاوية زيرو. نرجع تاني ما تغلطش، الستارت عند واحد وزاوية زيرو. طب الإند فين؟ الإند أنا جايبها تحت أهي. الإند عند زيرو وسالب 180. زيرو سالب 180 فين؟ زيرو يعني زيرو الماجنتيود زيرو وسالب 180 تبقى هنا. وكم مربع؟ طول ما هو من الدرجة التانية يبقى مربعين أهو. وطول ما هو في المقام يبقى في اتجاه عقارب الساعة. شايفها؟ هتبقى بالشكل ده. طيب نقطة التقاطع دي، مش دي نقطة التقاطع؟ نقطة التقاطع عارف هتطلع فين؟ هتطلع اهي، واحد على 2 زيتا وزاوية سالب 90. ايه اللي عرفك ان دي نقطة التقاطع؟ مش دي سالب 90 عند الأوميجا تساوي أوميجا إن؟ سالب 90 فين؟ سالب 90 أهي، سالب 90 أهي. يبقى فعلا دي نقطة التقاطع، وقتها عندها الأوميجا بتساوي أوميجا إن، والقيمة دي عبارة عن الفيز اللي هي الفيزور ده. الفيزور ده الماجنتيود بتاعته 1 على 2 زيتا. طب لو النقطة هنا 1 على 2 زيتا برضه وعندها الأوميجا تساوي أوميجا إن، طب مين اللي بيتحكم في النقطة دي تبقى فين؟ زيتا. لما زيتا تبقى كبيرة يبقى المقام بيبقى كبير، يبقى القيمة تبقى صغيرة، يبقى يقترب من المحور هنا. تمام؟ لكن لو زيتا عندي صغيرة يبقى 1 على صغير تكبر، يروح الرسمة تفتح شوية تطلع لبره. هي نفس الرسمة نفس الشكل، القيمة اللي هنا التقاطع دي بيعتمد على زيتا، قيمته بكام؟ 1 على 2 زيتا. وعند الاوميجا تساوي اوميجا ان، دي الرسمه في السكند اوردر. طب نروح الكوادراتيك فورم، ده في حاله مين؟ كومبلكس كونجيجيت زيروز. زيروز تبقى الرسمه في الاس دومين او المعادله في الاس دومين بالشكل ده، في الاس بلين اهو بالاس. خلي بالك معامل اس تربيع بواحد واوميجا ان تربيع في الاخر اهو، يبقى الكورنر فوكانسي بكام؟ اوميجا ان. انا قاسم على اوميجا ان تربيع طبعا هنا عشان اخلي الماجنتيود عندي بزيرو، يعني الماجنتيود عوض باس بزيرو كده يطلع بواحد في الاخر. المهم هتوزع البسط على المقام تطلع بالشكل ده، لما تعوض عن اس بدي اوميجا تطلع بالشكل ده. يبقى ممكن في الامتحان يديك المعادله دي مباشره موجوده في البسط. خلي بالك هو كاتبها هنا في البسط، يعني ممكن يكتبها لك كده بين قوسين اس واحد. طب اللي فاتت ممكن تبقى في البسط، بس احط بين قوسين كده اس سالب واحد. اس سالب واحد دي معناها في المقام، يعني معناها ايه؟ بولز. المهم هتاخد دي تجيب الماجنتيود والفيز نفس النظام، هتلقى نفس الماجنتيود اللي فاتت، اما الزاويه هتبقى بالموجب لانها في البسط. بنفس الطريقة هعوض أوميجا بزيرو تطلع بواحد وزيرو، عوض أوميجا بما النهاية بنفس النظام، هتلقى ما النهاية على ما النهاية، تقسم بسطا مقاما على أوميجا عشان أتخلص منها، وتعوض بعد كده هتلقى بص كده قيمة موجبة على سالب ما لا نهاية، يبقى الواي سالبة، يبقى أقول 180 ناقص 180 ناقص 10 ماينس 1، القيمة الموجبة على ما النهاية بزيرو، عوض تطلع ما النهاية و180. هرسم مش عارف ارسم، اروح اخد القيمة الوسيطة أوميجا بتساوي أوميجا إن الكورنر فريكونسي، عوض فين؟ في معادلة الفيزور اللي هي دي. عوض عن اوميجا بيساوي اوميجا ان، يبقى ده طار بزيرو، ده بواحد، 2 زيتا تربيع، تربيع خلي بالك تحت الجذر التربيع طار، يبقى 2 زيتا تطلع في البسط. الزاويه دي هتطلع 90 في الاخر، هتعوض هنا عن الاوميجا بتساوي اوميجا ان بالشكل ده، هتطيرها هتلقاها في الاخر 90. المهم لما تيجي ترسم هتلقى الستارت عندك عند واحد وزيرو، واحد وزيرو، الاوميجا وقتها بزيرو. طيب احنا قلنا النقطه الاند عند كام؟ عند ما لا نهايه وسالب 180. خلي بالك عند ما لا نهايه سوري وموجب 180، ما لا نهايه وموجب 180. خلي بالك 180 بالموجب هي سالب 180، يعني انا ممكن اتحرك باتجاه كده موجب يبقى 0 90 تبقى دي 180، يبقى ال 180 هي سالب 180. ممكن تاخد النقطه هنا وترسم كده تقول لي كده، اقول لك لا. خلي بالك الرسم في عكس عقارب الساعة لأن هما زيروس في البسط، طول ما المعادلة فيها زيروس بس في البسط، كلمة زيروس يعني ما فيش مقام للترانسفير فانكشن، الرسمة دايما بتبقى في عكس عقارب الساعة. طيب ركز معايا كده، أنا لما جبت النقطة الوسيطة هنا طلعت في النقطة هنا بتعتمد على زيتا، ما النقطة دي زاويتها 90، بصوا كده أهي زاويتها 2 زيتا والزاوية 90، دي النقطة الوسيطة. الزاوية 90 فين؟ أهي، يبقى دي نقطة التقاطع عندها الأوميجا بتساوي أوميجا إن. تمام؟ يبقى ركز معايا كده، يبقى النقطة دي عبارة عن 2 زيتا وادي زاويتها 90 اهي.
او النقطه دي برضو 2 زيتا اوميجا ان، يبقى بوصل الستارت من نقطه التقاطع بالاند، الاند بيطلع كيرف كده، بتبقى دايما الكيرف طالع لفوق. طب القيمه دي بتعتمد على ايه؟ على زيتا، كل ما زيتا تزيد النقطه تيجي هنا، طب زيتا تقل تيجي هنا، لان دايما زيتا في البسط. تمام؟ خلي بالك، وقتها الاوميجا بتساوي اوميجا ان، يعني انا لو اديتك مساله سكند اوردر ممكن تتوقع الحل يبقى ازاي على طول. اهو المقام هنا ايه؟ من الدرجه الثانيه غير قابله للتحليل، يبقى ده اسمه كوادراتيك فورم، يعني كومبلكس كونجيجيت بولز. اعمل ايه سيادتك؟ المقام ده مش قابل للتحليل، ما تحللهوش بقى. خلاص؟ ركز معايا كده، معامل اس تربيع هنا بكام؟ بواحد، لو كانش بواحد خليه بواحد، يعني قاسم بسطا ومقاما على المعامل اللي هنا بحيث اخليها واحد، يبقى اوميجا ان التربيع ب 10، يبقى اوميجا ان بجذر 10. الحد اللي في النص ده عباره عن 2 زيتا اوميجا ان بيساوي 4، يبقى الزيتا بتساوي كام؟ هتقسمها طبعا هتطلع تقريبا 6 من 10. انا عايز 1 على 2 زيتا لان ده في المقام، كوادراتيك فورم في المقام، يبقى الفيزور هيبقى 1 على 2 زيتا والزاويه بتاعته سالب 90 عشان الرسم. ركز معايا كده، عوض عن اس بدي اوميجا واخد الريال والماجر عندي واجيب الماجنتيود والفيز، خلي بالك هنا في سالب، يعني سالب 10 ماينس 1. المهم هتعوض اوميجا بزيرو ما لا نهايه في المعادلتين دول. تمام؟ هيطلع 1 وزاويه 0 دايما ثابته، 1 وزاويه 0 اهي، نفس بتاعت مين؟ السكند اوردر البولز اللي هي اول معادله. طب عوض اوميجا بما انها هتطلع بكام سيادتك؟ ركز معايا كده. ما لا نهايه هتطلع هنا بزيرو، دي بزيرو لما تعوض بما لا نهايه، ما لا نهايه وما لا نهايه مضطر اقسم، تعوض على ما هي، يبقى اقسم بسطا ومقاما على مين؟ على اوميجا، تقسم بسطا ومقاما على اوميجا تطلع 4 على سالب ما لا نهايه في النهايه. خلي بالك ده تحتفظ كل ترم باشارته في مكانه، بشرطه بمكانه باك التاني، اكس على سالب واي، تبقى 180 دي، تبقى 180 ناقص الزاويه 0 تطلع سالب 180 في الاخر، يبقى دايما النهايه بتاعت سكند اوردر بسالب 180. تمام؟ قلنا طول ما هو في المقام يبقى الرسمه بتبقى في اتجاه عقارب الساعه، وطول ما هو سكند اوردر وفي المقام يبقى عندي مربعين. طيب ركز معايا كده، انا عايز نقطه التقاطع دي، يبقى انا هرسم كده نقطه التقاطع عند مين؟ انا كاتبين في القانون ارجع فوق 1 على 2 زيتا، 1 على 2 زيتا والزاويه سالب 90، يبقى عوض عن ده الاوميجا باوميجا ان، الاوميجا باوميجا ان، الاوميجا باوميجا ان اللي هي جذر 10، عوض على الاوميجا بجذر 10، جذر 10 في المعادله دي، ركز كده في المعادله دي، المعادله دي هتطلع عندك بالقيمه دي اللي هي 10 على جذر 160 والزاويه سالب 10 ماينس 1 ما لا نهايه، هتطلع بالقيمه 8 من 10 والزاويه سالب 90، يعني القيمه دي معناها 8 من 10 وسالب 90، سالب 90 لتحت اهي. خلاص؟ ده مين نقطه التقاطع، هتلقى المنحنى طالع كده. او ممكن تجيبها مش عوض كده عن زيتا، بص كده زيتا من فوق، 1 على 2 زيتا تطلع 8 من 10، فعلا النقطه دي تطلع عند ايه؟ 1 على 2 زيتا زي ما احنا جبناها فوق، والزاويه سالب 90. يبقى وقتها عوض عن الاوميجا بتساوي اوميجا ان، الاوميجا ان بجذر 10 في المعادله الفيزو. تمام؟ وكده انا انتهيت من الجزء الاول من البولر. اتمنى تحمل البي دي اف الاول، انا هسيبه لك تحت الفيديو، وتتابع معايا وتخطط على الحاجات اللي احنا بنقول، وبشكركم جدا.